القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاث يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا. ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو رقم درس 400 من دروس التفسير. هو قد درس ويسا 400 ذي الدروس التفسير وساقي ميرد ربي أدن فسر سلايا 36 ألمذلايا في 40 من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ربي سبحانه يحكي في مشوها للأنبياء، قصص النبيين والمرسلين. في هذه السورة المباركة كانت الحكاية سريعة سريعة جدا. سيدنا لوط وسيدنا إبراهيم، كل هذا موجود في الآيات التي سبقت هذه الآية. يبدو ربي سبحانه في هضرة في شعيب قبل أن نبدأ التفسير. إذا كنت دينيغ باللي الأنبياء والمرسلون أرسلهم الله عز وجل لمعالجة أوضاع فاسدة، إما في المجال الأخلاقي التربوي كما في قصة نوح، في قصة لوط، أو لمعالجة الفساد السياسي والطغيان والاستبداد السياسي والظلم كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أو الفساد الاقتصادي كما في قصة شعيب. ربي سبحانه يشقعد يمشقعن باش الذوين الهلاكة في قلان في خلقيف. أين يعني تصرف قاع أخلاق القيم الفالور أندر زنت ذي القوم سيدنا لوط لخسار يشقعد ربي لوط باش هذه ذوية الطان الطنم قران يتسيدير القوم ينس قوم لوط. ذاغ يشقعد سيدنا موسى باش يذاوي الفساد، الفساد السياسي، الطغيان، تجبر فرعون ولا قوالا فرعون لكل فرعون موسى كما يقال. يشقعد سيدنا شعيب عدد البضا كثورة باش يذاوي الفساد الاقتصادي، التطفيف في الكيل وفي الميزان، الفساد الاقتصادي ذا غيوعار، أي نعنى فذمسة الإيكونومي. إما إلا يتوهرد الجانب الاقتصادي يشمث وطن الفساد، ذا الفساد يسمسي ذا واليس. ولكن سبحان الله، ربي سبحانه حينما أراد أن يعالج جميع الأمراض، جميع الأمراض، أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم كما قال في سورة الأنبياء الآية 107 قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربي شقعد النبي صلى الله عليه وسلم ورانا الآن في شهر الأنوار ذي الدواء يكفي الهلاكات كل الأمراض بلا استثناء. ويشقعد ذي القرآن كي قال غيذس ذن سامي ذن جارو أماكن دين ربي ذي سورة
الإسراء الآية 82 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن ذي السورة سورة الإسراء في السورة نفسها في الآية التاسعة الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي يتوليه يهدو يهدي للتي هي أقوم يعني في جميع الميادين في جميع المجالات. اكتملت الرسالة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل الدين كما في سورة المائدة أوائل المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قارس تقبالي سدس برز داي يلا وإلى مدين ذاكي ثراء في القوم يعني أهل مدين قوم من سيدنا شعيب إيش قال في ربي القوم جينس أهل مدين ذا شو دين ربي فقال يا قوم السولة سوال زيضان سوال زيضان باش تريد السحنين ليستميل قلوبهم إلى البيان يا قوم يعبدوا الله أعبد ربي سبحان الله واحد كي يقول لك عبد ربي ماشي غاية ما يقول لكش دير لي تجارة واعطيني ندير ندخل معاك في انفستيسمون 50-50% لا لا عبد الله عبد ربي على بالك هذا هو الدواء اللي عبد ربي حقيقة كيما يقولوا لي جون سي بون سي بون يعني كل شيء مسقم تخدم تجارة نورمال أي تخدم ليس تجاري نورمال ما يعرف شربي ما يعبد شربي كارثة كاين سيربريز مفاجآت في كل وقت قال لهم اعبدوا الله اعبدوا ربي لا تعبدوا البشر ولا الحجر ولا البقر ولا القمر اعبدوا ربي توجيه إلى توحيد وهو الأصل الأصيل الذي جاء به الأنبياء والمرسلون بدليل قوله تعالى في سورة الأنبياء مرة أخرى سورة الأنبياء الآية 25 وش قال رب سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون باي. وفي سورة البقرة الآية 256 ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سيدنا شعيب إن يسير القوم نسعى بثربي إيه وليس أشري وارجو اليوم الآخر مهمة الذي يرجو اليوم الآخر ما تخافش ما تخافش منه يقول خاف اللي ما يخافش ربي أقواد ونور نتساقواد ربي علاه اليوم الآخر باش يقول لهم ربي حاسبكم راكم تسرقوا في الميزان ديروا مضاربات مضاربات في وجهها سيء المضاربة كعقد من العقود الشرعية الرائعة جدا في الاقتصاد الإسلامي ولكن بزاف بزاف تغشوا الناس الغش في التجارة الغش في هذه كذا فساد كي تتفكر باللي تتلاقى مع ربي يوم القيامة ويحاسبك خلاص تولي تخاف ربي فقط في الميزان تسرق كيما حبيت في السلعة سرق كيما حبيت كاين مراقبين كاين أجهزة رقابة تراقب كيما حبت اللي ما يخافش ربي ساهل يسرق نورمال ويقول نتسقوا على ربي انسي صدرو حظك دي روح هذا يأذ ياكل إذا ما كياكل دي السلعة كياكل دي السومة كياكل دي الميزان وكياكل دي الصرف تفنن في في, في السرقات ولكن اللي يخاف ربي لا اللي يخاف ربي على باله باللي يتلاقى معاه ربي قال في سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما
ترجع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. ملاحظة قبل ما نبدأ إن شاء الله الدرس، كما قال الشيخ الحمد لله بعد مدة طويلة افترقنا انفرق بغير إن شاء الله رضا منا، هذا قدر الله وربي سبحانه قدر الله وما شاء فعل. الإيمان ينفعنا كثيرا، خاصة في المواطن الصعبة، في الوقت الضيق أغي ينفع الإيمان سواطاس. أمي فغريد الجائحة يجي جائحة كورونا ونثمار فلاس، نزلت علينا هذه الجائحة المزلزلة للنفوس والاجتماع والاقتصاد العالمي، تزلزلك الدنيث يروس سوالي يرى وما يعلم جنود ربك إلا هو ولله جنود السماوات والأرض. سبحان الله، تعدف لنا قريحث قسيحث، ولكن أديني كان مرحبا استكشار ربي ضحايا هذا الوباء. أسأل الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يسكنهم الفردوس الأعلى وأن يتقبلهم الشهداء. ثني رحم ربي، ثني جعل ربي سي الشهداء. ضحايا الحرائق في مستكشال ذي طص الولاية في التمور، خاصة ذي الولاية تيزي وزو أطاسق مثن، ثني جعل ربي من الشهداء. وديزنا ربي صبري مولانا أقلا كذي مولى ننسن هذا فلسني عفو ربي. وحنايا اللي ما متناش بكورونا نقول الحمد لله، هو الموت كاينة، الموت كاينة سلكنا منها، ولكن كلنا إلى ذلك المصير، وأعمارنا تنتهي بشهيق أو زفير. نسلك الحمد لله، هي نعمة الحمد ربي فكيغ ربي، ولكن أتايا أغسراجهم ها إن الشيخ محمد الحسين ولاش تصبحي ثور نسائي ثام ديث، ولاش تصبحي ثور نسائي ثام ديث. ومن نزلت بساحته المنايا، أن قالوا كيما شيخ محمد الشيخ محمد الشافعي الشيخ الشافعي، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. مدرزة أسوي ذافيس المثيوث سبب ماشي ذيوث، تعدد الأسباب والموت واحدة. انقطعنا عن تفسير ما كدينا الشيخ نور الدين لمدة طويلة، ولكن سجلت بعض الدروس عن طريق هكذا طريق بالانترنت، الله غالب خاطر البث المباشر على ما ناش عارفين وقتاش يخلص هذا الوباء هذا. استنينا كي يطول درنا شويه الدروس نتاع التفسير، واليوم نبداو التفسير على المباشر ان شاء الله. هذه هي الميزيريه الاخرى وكيد الماضي اللي عليه كنقالوا ان شاء الله. وبارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو رقم درس 400 من دروس التفسير. وقيت درس ميس 400 ذي الدروس التفسير وسقي ميال ربي أدنفسر سلايا 36 ألمذلايا في 40 من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. رب سبحانه
يحكي يغدثم شوها للأنبياء قصص النبيين والمرسلين. في هذه السورة المباركة كانت الحكاية سريعة سريعة جدا. سيدنا لوط وسيدنا إبراهيم كل هذا موجود في الآيات التي سبقت هذه الآية. يبدو رب سبحانه الفري ضرغت في شعيب قبل أن نفذوها تفسير إذا كنت دينيغ باللي الأنبياء والمرسلون أرسلهم الله عز وجل لمعالجة أوضاع فاسدة، إما في المجال الأخلاقي التربوي كما في قصة نوح في قصة لوط، أو لمعالجة الفساد السياسي والطغيان والاستبداد السياسي والظلم كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أو الفساد الاقتصادي كما في قصة شعيب. ربي سبحانه وتعالى يشقعد يمشقعن باش الذوين الهلاكة في قلان في خلقيث أين يعلن تصرف قاع أخلاق القيم الفالور عند رزنت ذي القوم سيدنا لوط وخسار إيش قاعد ربي لوط باش هذه ذوية الطان الطنم قران يتسيدير القوم ينس قوم لوط ذاغ إيش قاعد سيدنا موسى باش يذاوي الفساد الفساد السياسي الطغيان تجبر فرعون ولا قول فرعون لكل فرعون موسى كما يقال. إيش قعد سيدنا شعيب ضد البضاء كثورة باش يذاوي الفساد الاقتصادي التطفيف في الكيل وفي الميزان ذي الفساد الاقتصادي ذا غيوعار أي نعنى فذمسة الإيكونومي إما إلا يتوهرد الجانب الاقتصادي يشمث وطن الفساد ذي الفساد يسمي سيدا واليس. ولكن سبحان الله ربي سبحانه حينما أراد أن يعالج جميع الأمراض جميع الأمراض أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال في سورة الأنبياء الآية 107 قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربي شقعد النبي صلى الله عليه وسلم ورانا الآن في شهر الأنوار ذي الدواء يكفي الهلاكات كل الأمراض بلا استثناء ويشقعد ذي القرآن كي قال غيذس ذي نساغي ذي نقارو أماكن دين ربي ذي سورة الإسراء الآية 82 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن ذي السورة سورة الإسراء في السورة نفسها في الآية التاسعة الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي يتوليه يهدو يهدي للتي هي أقوم يعني في جميع الميادين في جميع المجالات. اكتملت الرسالة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل الدين كما في سورة المائدة أوائل المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال استقبالي الدسبرز دين يلا وإلى مدين ذاكي ثراء في القوم يعني أهل مدين قوم من سيدنا شعيب إيش قاعد يضربي القوم جينس أهل مدين ذا شو دين ربي. فقال يا قوم استولى سوال زيضان سوال زيضان باش تريد السحن ليستميل قلوبهم
إلى البيان. يا قوم يعبدوا الله، أعبد ربي. سبحان الله، واحد كي يقول لك عبد ربي ماشي غاية، ما يقولكش دير لي تجارة واعطيني ندير ندخل معاك في انفستيسمون 50-50%. لا لا، عبد الله، عبد ربي، على بالك هذا هو الدواء اللي عبد ربي حقيقة. كيما يقولوا لي جون، سي بون سي بون، يعني كل شيء مسقم. أسخم ضيس تجارة نورمال، أي تخدم ضيس الجاريك نورمال. ما يعرفش ربي، ما يعبدش ربي، كارثة. كاين سيربريز، مفاجآت في كل وقت. قال لهم اعبدوا الله، اعبدوا ربي، لا تعبدوا البشر ولا الحجر ولا البقر ولا القمر، اعبدوا ربي. توجيه إلى توحيد، وهو الأصل الأصيل الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، بدليل قوله تعالى في سورة الأنبياء مرة أخرى، سورة الأنبياء الآية 25، واش قال ربي سبحانه؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. باي. وفي سورة البقرة الآية 256 ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سيدنا شعيب بين ياسي القوم نسعى بالثرب ايون ونسعى شريك وارجو اليوم الاخر. مهمه الذي يرجو اليوم الاخر، ما تخافش، ما تخافش منه. يقول لك خاف اللي ما يخافش ربي، اقواد وينو نسى اقواد ربي. علاه اليوم الاخر؟ باش يقول لهم ربي حاسبكم، راكم تسرقوا في الميزان، ديروا مضاربات، مضاربات في وجهها سيء. المضاربة كعقد من العقود الشرعية الرائعة جدا في الاقتصاد الإسلامي، ولكن بزاف بزاف تغشوا الناس، الغش في التجارة، الغش في هذيك، هذا فساد. كي تتفكر باللي تتلاقى مع ربي يوم القيامة ويحاسبك، خلاص تولي تخاف ربي فقط. في الميزان تسرق كيما حبيت، في السلعة سرق كيما حبيت، كاين مراقبين، كاين أجهزة رقابة، تراقب كيما حبت. اللي ما يخافش ربي ساهل يسرق نورمال، ويقول نتسقوا على ربي أنسي صدرو حضك دي روح. هذا يأذي ياكل، إذا ما كياكل دي السلعة، كياكل دي السومة، كياكل دي الميزان، وكياكل دي الصرف. تفنن في 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 السرقات وفي، ولكن اللي يخاف ربي لا، اللي يخاف ربي على باله باللي يتلاقى معاه. ربي قال في سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما ترجع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. ملاحظة قبل ما نبداو إن شاء الله الدرس، كما قال الشيخ الحمد لله بعد مدة طويلة افترقنا المفارق بغير إن شاء الله رضا منا، هذا قدر الله. ورب سبحانه قدر الله وما شاء فعل. الإيمان ينفعنا كثيرا، خاصة في المواطن الصعبة، في الوقت الضيق ينفع الإيمان سواطاس. أمش تغريد الجائحة ياكي، جائحة كورونا، ونثمار في اللاس. نزلت علينا هذه الجائحة المزلزلة للنفوس والاجتماع والاقتصاد العالمي، تزلزلك الدنيث. يا روس نتوالي يرى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض. سبحان الله، تعدف لنا قريحث قسيحث، ولكن أديني كان مرحبا استكشى ربي ضحايا هذا الوباء. أسأل الله أن يرحمهم برحمته الواسعة
وأن يسكنهم الفردوس الأعلى وأن يتقبلهم الشهداء. ثني رحم ربي ثني جال ربي سي الشهداء. ضحايا الحرائق في مستيك شعلل ذي تصل ولاية تمورث خاصة ذي الولاية تيزي وزو أتصق مثن أثني جعل ربي من الشهداء. وديزنا ربي صبري مولانا أو قلاك ذي مولى ننسن هذا فلسن يعفو ربي. وحنايا اللي ما متناش بكورونا نقول الحمد لله. هو الموت كاينة، الموت كاينة سلكنا منها، ولكن كلنا إلى ذلك المصير، وأعمارنا تنتهي بشهيق أو زفير. نسلك الحمد لله، هي نعمة الحمد ربي فكي ربي، ولكن تسايا أغسراجهم ها إن الشيخ محمد الحسين ولاش تصبحي ثور نسائي ثم ديث ولاش تصبحي ثور نسائي ثم ديث. ومن نزلت بساحته المنايا ان قالوا كي ماشي واحد الشيخ محمد الشافعي الشيخ الشافعي. ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء، وارض الله واسعه ولكن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء.